مرحبا. يتعقد المشهد الليبي أكثر، فهو أساساً معقد ما بين طبرق وطرابلس، والآن ربما بين طرف وطرف آخر في طرابلس. تعيين فتحي باشاغة خلفاً لعبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة قد يكون له تداعيات، سنسأل عن هذه التفصيلة وعموم المشهد. ليبيا وللخبر بقية معي أنا ديما عز الدين، 8:30 بتوقيت القدس، 6:30 بتوقيت غرينتش. تابعونا عبر شاشة التلفزيون العربي أو عبر بثنا المباشر عبر اليوتيوب.